سبحان الله مرات ما تقدر تشابس الشمس، ضوء الشمس سبحان الله. اليوم تذكرت اول بدايه كورونا قبل سنتين، الحين احنا بوفر والنفط وصل تقريبا 90 دولار، وتذكرت لما اول ما صار قبل سنتين والقنوات نزل نزل نزل، كان ينزل 10 درجات تحت مو بلس ماينس. يقول لي واحد عادي يشتغل بالعملات والبترول، يقول في ناس بذاك الوقت اشتروا باعوا بعدين لما صعدوا استفادوا، فهذا حال الدنيا. بس يسمونه بالاقتصاد يعني يسمونه مخاطر، يعني هاي ريسك. بس هاي الدنيا شفت شلون عجز 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 عجز، بعدين وفر 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 الحين وفر ما شاء الله. بس اهم شيء كان الوالد سيد ساجم سي احمد رفع الزين ناب شيخ الطريقه رفع الصوفيه، كان كله يقول يكدها الشقي باخت الراقدي، فانتوا حطوها بايادي مامونه نساء ورجال دوله الكويت، ورحم الضعفاء البدون هذيلا شغلة الستين. الحين وايد أقارب أقربائهم كويتيين، خال كويتيين ودخال ودخالة نسيب كويتيين، قاعد يمددون يعني الحين تمديدات 3 أشهر، فأنتوا ساعدوهم ما دام صار وصل وفر، ألقوا هذا الستين يعني راح تجيكم سنين، وهذه السنين حلوة ووفر وزيادة. فإن شاء الله يا رب إن احنا دائما نشكر الله في السراء وفي الضراء. احنا بدولة الكويت الحمد لله شوفوا الغزو الصدامي مثل الحين هذا، وبعدين الحمد لله فرجت، وحتى الحين العراق سدد كل ديون صدام الاهوج سبحان الله. شفت الايام وضع القزو لتقريبا 32 سنه، فيا رب هالوفر ان احنا ان شاء الله يرزقنا ناس عقول تعرف توفر هالفلوس وتفيدها وترحم الضعفاء. امينا الشيخ صباح احمد الله يرحمه كان ابو الانسانيه، فانتم ساعدوا حتى الكويتيين عليهم يعني قروض عليهم شيء ساعدوهم، والتجار ما شاء الله عليهم يعني ان شاء الله ترى التجاره ربح وخساره، بس اهم شيء نتذكر الوفر يا رب ان احنا ان شاء الله مثل ما يقول نشكرك في كل حين، وشكرا عمار يا كويت والعالم.